بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى في كتاب التحقيق والإيضاح: فصل فيما يفعله الحاج عند وصوله إلى الميقات. فإذا وصل إلى الميقات استحب له أن يغتسل ويتطيب، لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد من المخيط عند الإحرام واغتسل، ولما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. وأمر عائشة لما حاضت وقد أحرمت بالعمرة أن تغتسل وتحرم بالحج. وأمر صلى الله عليه وسلم أسماء بنت عميس لما ولدت بذي الحليفة أن تغتسل وتستثفر بثوب وتحرم. فدل ذلك على أن المرأة إذا وصلت إلى الميقات وهي حائض أو نفساء تغتسل وتحرم مع الناس، وتفعل ما يفعله الحاج غير الطواف بالبيت، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وأسماء بذلك. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا الفصل عقده المصنف رحمه الله لما ينبغي للحاج أو المعتمر أن يراعيه عند وصوله إلى الميقات. قال: فصل فيما يفعله الحاج عند وصوله إلى الميقات، أي ما الذي ينبغي له ويجب عليه ويستحب له فيما يفعله، أي فيما ينبغي أن يفعله، إما على وجه الوجوب أو على وجه الاستحباب عند وصوله إلى الميقات. لأن الأصل في الحاج أنه يخرج من بيته متجها إلى الكعبة، وقبل دخوله إلى مكة لا بد أن يمر بأحد المواقيت المكانية التي حددها النبي صلى الله عليه وسلم لمن أراد الحج والعمرة أن يحرم منها. سيأتي في كلام المصنف بيان هذه المواقيت. فالحاج عندما يخرج من بيته إلى أن يصل إلى الميقات لا يجب عليه شيء من الأعمال إلا ما ينبغي أن يراعى في السفر، من أن يصحب سفره النية الخالصة في خروجه إلى الحج وطيب المكسب وحسن الصحبة. أما أعمال الحج والعمرة تبدأ بوصوله إلى الميقات. وكثير من الحجاج يظن أنه إن نوى الحج أو العمرة عند خروجه من بلده، وقد يأتي من بلد بعيد، يظن أن هذا نية الدخول في النسك، ويظن أنه لو حال بينه وبين الحج والعمرة أمر من الأمور أن هذا يلزمه فدية أو يلزمه الانتهاء من هذا النسك الذي نواه بقلبه. إنما تكون النية عند الإحرام وعند الوصول إلى الميقات. أما ما يكون قبل ذلك فهي إرادته للحج، أنه يريد الحج أو العمرة، ولا يترتب على هذا شيء، ولا يمنع من خرج للحج والعمرة وهو يريد الحج والعمرة لا يمنع من شيء من محظورات الإحرام، فله أن يأتي أهله وأن يتطيب وأن يأخذ من شعره، إلا إذا دخل شهر ذي الحجة، فإذا أراد أن يضحي فليس له أن يأخذ من شعره حتى يضحي. قال المصنف رحمه الله: فإذا وصل إلى الميقات استحب له أن يغتسل ويتطيب. استحب له أن يغتسل ويتطيب. الاغتسال سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم،
عند الإحرام، وكذلك التطيب وليس بواجب. ولهذا قال المصنف استحب له أن يغتسل ويتطيب وليس بواجب. ودائما ينبغي أن يعرف أن المشروع ينقسم إلى قسمين، واجب ومستحب. المشروع هو خلاف البدعة، لأن أعمال الناس إما أن تكون مشروعة، والمشروع ينقسم إلى قسمين، ما شرع على سبيل الوجوب وما شرع على سبيل الاستحباب. وأما ما عدا ذلك مما يتقرب به الناس إلى الله فهو داخل في البدع إن لم يكن مشروعا من النبي صلى الله عليه وسلم. فمما يشرع للحاج ويستحب له الاغتسال والتطيب. وقول المصنف فإذا وصل إلى الميقات استحب له أن يغتسل ويتطيب، المقصود أنه لا يتجاوز الميقات إلا وقد اغتسل وتطيب لمن أراد الإحرام. ولا يقصد المصنف أنه ليس له أن يغتسل قبل ذلك، مثل ما يسأل عنها الآن بعض الحجاج من الاغتسال من الفندق في المدينة أو من السكن، فإنه لا يلزم أن يكون الاغتسال في الميقات، لكنه إذا كان المكان قريب يغتسل في بيته أو في الفندق ثم يذهب إلى الميقات وقد اغتسل وتهيأ للإحرام. فالاغتسال المستحب هو أن يكون عند الإحرام، ولا بأس أن يغتسل بعد الإحرام، مثل في الطريق إذا عرض له عارض وأراد أن يغتسل لا بأس أن يغتسل بعد الإحرام، لأن الاغتسال لا يمنع منه لا قبل الإحرام ولا بعده، لكن من أراد السنة يغتسل قبل الإحرام. وأما الطيب فإنه يستحب له قبل الإحرام ويمنع منه بعده، فإذا فاته أن يتطيب عند الإحرام فليس له أن يتطيب بعد الإحرام، بل إنه يحظر عليه الطيب بعد الإحرام. قال لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد من المخيط عند الإحرام واغتسل. تجرد من المخيط يعني تخلص منه، وكان لباسه الإزار والرداء. والمقصود بالمخيط هو ما فصل على هيئة الأعضاء كالسراويل والقمص والشراريب وسائر الألبسة التي هي مفصلة على هيئة الأعضاء، ومثل الطاقية والعمامة وغيرها مما يلبسه الناس مما هو مفصل على هيئة الأعضاء. وليس المقصود بالمخيط ما يظنه بعض الناس أنه ما دخلت فيه الخياطة، فإن هناك الآن ملابس من السراويل ومن الشراريب قد لا تدخل فيها الخياطة، هذه ليست مباحة. وهذا ما حمل بعض الناس ومن بعض الجهلة أنهم يأتون بقطع من القماش مع الحرام مع الإحرام، بل أصبحت تباع معه الآن وتدخل بين القدمين وتعقد في الإحرام، أو تكون مشتبكة في الحرام بالدبابيس أو ما يسمى بالكباسيل، ويظنون أن هذا مباح وأن هذا تجرد من المخيط. هذا جهل. المقصود بالمخيط ما فصل على هيئة العضو، فلو أن رجلا أدخل قطعة قماش بين قدميه ثم عقدها على وسطه على هيئة السراويل فإن هذا حكم المخيط. فينبغي للحجاج أن يتنبهوا لهذا الأمر. المقصود بالمخيط ما كان على هيئة الأعضاء، فلا تباح له السراويل وهي التي تكون على هيئة البدن، أن يدخل قدميه في هذه السراويل سواء كانت طويلة أو قصيرة، فإن هذا يمنع منه المحرم.
وكذلك ما يفعله بعض الناس من وضع مشابك في الإحرام حتى يكون على هيئة القميص، فيعقدون الإحرام بالدبابيس أو المشابك من عنقه إلى أن ينتهي إلى أسفل جسمه، وهو يظن أن هذا هو الإحرام الشرعي، وهذا خطأ، هذا على هيئة القميص، بل هذا قميص. وكذلك الإزار، فإنه لا ينبغي أن تجعل فيه هذه المشابك، وإنما يدخل أطرافه بعضها في بعض، ولا بأس أن يضع الحزام عليه ليثبت ويضع فيه نقوده ومتاعه. وأما ما عدا ذلك فينبغي تجنب هذا الأمر. وكذلك لا بأس أن يلبس الإحرام الذي كف طرفه بخياطة، لأن هذا ليس بمخيط كما تقدم. إذا كف طرف الإحرام بخياطة فلا بأس به، أو أنه لم يكن عنده إحرام فقام بخياطة قطعة قماش في أخرى واستخدمها فلا بأس بهذا، لأن هذا ليس بمخيط. وكذلك لا بأس بلبس الأحذية التي فيها خياطة أو الحزام الذي فيه خياطة، لأن هذا ليس بمخيط، لأنه لم يفصل على هيئة العضو. إذن المخيط هو ما كان مفصلا على هيئة الأعضاء، هذا هو المخيط. قال: تجرد من المخيط عند الإحرام، أي عندما يريد الإحرام يتجرد من المخيط ويلبس الإزار والرداء، هذا هو لباس المحرم. قال: واغتسل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد من المخيط، اغتسل وتجرد ولبس ملابس الإحرام. ولما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت. هذا قول عائشة رضي الله عنها، يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتطيب، وكانت تطيبه عائشة لإحرامه، يعني قبل الإحرام، ولحله عندما يحل من حجه، عندما يرمي جمرة العقبة وينحر ويتحلل التحلل الأول ويغتسل ويلبس الملابس العادية من المخيط وغيره ويتطيب، ثم يذهب ويطوف بالبيت طواف الإفاضة. وقد طاف النبي صلى الله عليه وسلم طواف الإفاضة في ضحى يوم النحر بعد أن اغتسل ولبس ملابسه العادية وتطيب وطاف، وهذا بعد التحلل الأول. قال: وأمر صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها لما حاضت وقد أحرمت بالعمرة أن تغتسل وتحرم بالحج، أمر عائشة رضي الله عنها لما كانت محرمة بالعمرة فحاضت، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تدخل الحج على العمرة وأن تغتسل وأن تحرم بالحج، فدل على مشروعية الغسل للحائض عند الإحرام ولو لم تطهر. وكذلك أمر صلى الله عليه وسلم أسماء بنت عميس وهي زوجة أبي بكر الصديق لما ولدت بذي الحليفة، لما ولدت محمد بن أبي بكر في ذي الحليفة في خروجهم إلى الحج جاء النفاس فولدت في ذي الحليفة، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تغتسل وتستثر بثوب وتحرم، أمرها أن تغتسل لإحرامها، فدل على أن الغسل أنه مستحب للحائض والنفساء ولغيرهما، لأن بعض الناس يظن أن الحائض ما دام أنها لم تطهر والنفساء لا تغتسل، بل إنها تغتسل، لأن المقصود بالاغتسال هنا أن يخرج الحاج
والحاجة على هيئة حسنة، وحتى لا يؤذي بعضهم بعضا بالروائح، هذا هو المقصود. ولهذا الحائض تغتسل وكذلك النفساء ولا تصليان، لكن هنا الغسل للتنظف، ولأن الناس في خروجهم إلى الحج والعمرة يزدحم بعضهم ببعض، فإذا لم توجد النظافة حصل تأذي بعض الناس من بعض، وهذا من حكمة الإسلام ومما يدل على ما في هذا الدين من المحاسن والنظافة وعدم أذية المسلم، أن تغتسل وتستفر. والاستفار هو أن تشد خرقة على فرجها ثم تعقد طرفيها على وسطها حتى لا يتسرب الدم، دم النفاس أو الحيض، فيلوث المكان الذي هي فيه. والآن قد وجدت الوسائل الحديثة من الأمور التي تصنع لهذا الأمر، التي تستخدمها النساء فتمنع من تسرب الدم إلى ملابسها وإلى المكان. فينبغي لمن كانت نفساء أو حائض أن تستخدم هذه الوسائل وما يسمى بالفوط النسائية حتى لا يحصل هناك تسرب للدم في ملابسها وكذلك في المكان الذي هي فيه، وحتى لا يتأذى من حولها بهذا الأمر. قال تستثفر بثوب وتحرم، ليس المقصود أن الاستثفار لأن لا بد أن يكون بهذه الطريقة، المقصود هو أن تمنع تسرب الدم وخروجه منها وتلوث المكان أو ملابسها به بأي طريقة. قال فدل ذلك على أن المرأة إذا وصلت إلى الميقات وهي حائضة ونفساء تغتسل وتحرم، تغتسل وتحرم، أن الاغتسال مشروع لها وكذلك الإحرام. وهذه من المسائل التي ينبغي أن ينبه عليها، أن بعض الناس يظن أن الحائض والنفساء إذا جاء الحيض والنفاس أنها لا تمكن من الإحرام ولا يحل لها أن تحرم، بل إنها تحرم وتلبي وتفعل كل ما يفعل الحاج والمعتمر إلا الطواف بالبيت، فلا تمنع من الإحرام، فلها أن تخرج مع أهلها وتذهب إلى الميقات وتغتسل وتحرم وتلبي وتؤدي كل ما يؤديه الحاج والمعتمر إلا ما منعت منه من الصلاة وقراءة القرآن وكذلك الطواف بالبيت. فإذا طهرت بعد ذلك فلا يلزمها أن ترجع إلى الميقات وتحرم، وإنما تغتسل وتذهب وتطوف بالبيت وطوافها صحيح. قال كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وأسماء رضي الله عنهما بذلك، أي أمرهما بالاغتسال وكذلك الاستثفار، وهو أن لا يكون هناك تسرب لدم الحيض أو النفاس حتى لا يتسرب إلى المكان الذي هي فيه. نعم. قال رحمه الله تعالى ويستحب لمن أراد الإحرام أن يتعاهد شاربه وأظفاره وعانته وإبطيه فيأخذ ما تدعو الحاجة إلى أخذه لئلا يحتاج إلى أخذ ذلك بعد الإحرام وهو محرم عليه، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم شرع للمسلمين تعاهد هذه الأشياء كل وقت، كما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الفطرة خمس: الختان والاستحداد وقص الشارب وقلم الأظفار وندف الآباط. وفي صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه قال وقت لنا في قص الشارب وقلم الأظفار وندف الإبط وحلق العانة ألا نترك ذلك أكثر من 40 ليلة. وأخرجه النسائي بلفظ وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخرجه أحمد وأبو داود والترمذي بلفظ النسائي. وأما الرأس فلا يشرع أخذ شيء منه عند الإحرام لا في حق الرجال ولا في حق النساء. ثم
قال المصنف: ويستحب لمن أراد الإحرام أن يتعاهد شاربه وأظفاره وعانته وإبطيه، فيأخذ ما تدعو الحاجة إلى أخذه، لئلا يحتاج إلى أخذ ذلك بعد الإحرام. هذا في الحقيقة ليس من سنن الإحرام كما يظن، وإنما هي من السنن العامة التي ينبغي للمسلم أن يتعاهدها في كل وقت. ولهذا قال المصنف: لئلا يحتاج إلى أخذ ذلك بعد الإحرام وهو محرم عليه. فذكر المصنف هنا أن هذا ليس من سنن الإحرام، ولو كان هذا من سنن الإحرام لقال كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم أو أرشد كما قال في الغسل والطيب، فهذا ليس من السنن الخاصة بالإحرام. ولهذا إذا كان الإنسان لا يحتاج إلى هذا فإن هذا ليس من السنن الخاصة بالإحرام، لكن إذا كان يخشى أن يطول الشعر والأظافر في مدة إحرامه، خاصة إذا كان الإحرام طويلا فيحتاج إليه فيقع في حرج، عليه أن يتعهد ذلك قبل إحرامه، لأنه يمنع من أخذ هذه الأشياء بعد الإحرام، فعليه أن يتعهد هذه الأشياء قبل إحرامه، أن يتعهد شاربه، أي أن يأخذ منه وأن يقصه وأظفاره، أظفار اليدين والقدمين، وعانته يعني الشعر الذي يكون حول العانة، والإبطين ما ينبت فيها من الشعر، فيأخذ ما تدعو الحاجة إلى أخذه، لأن المقصود هنا يأخذ ما يحتاج إليه إذا كان يحتاج إلى هذا، وإذا كان لا يحتاج إلى هذا فإن هذا ليس من السنة الخاصة بالإحرام، لكنه نبه إلى أن المقصود أنه خشية أن يحتاج إلى هذا بعد الإحرام فيقع في حرج، فإنه يمنع من هذا. قال أيضا معللا ما وجه إليه: ولأن النبي صلى الله عليه وسلم شرع للمسلمين تعاهد هذه الأشياء في كل وقت، أنه مأمور بتعاهدها في كل وقت، فكذلك تعاهدها هنا إذا كان يحتاج إلى أخذ شيء منها فإنه يشرع له قبل الإحرام. قال: كما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الفطرة خمس. الفطرة خمس يعني ما يوافق الفطرة وما تستحسنه الفطرة، والفطرة هو ما يفطر عليه الإنسان من الأمور الحسنة، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه ما من مولود إلا يولد على الفطرة، ما من مولود إلا يولد على الفطرة، وفسرت الفطرة بالإسلام، فدل على أن ما يفطر عليه الإنسان وأول ما يولد عليه هو الإسلام، وهو ما يوافق دين الإسلام، ولهذا الناس بفطرتهم يعتنون بهذه الأمور التي جاء بها الإسلام. الختان وهو معروف في حق الرجال، وكذلك وجد خلاف في ختان المرأة بين أهل العلم قديما، والصحيح أنه لا يشرع في حق النساء إلا إذا احتاجت المرأة إليه، وقرر الأطباء حاجة المرأة إليه، أما الرجل فإنه مشروع في حقه، وهو من سنن المرسلين ومن الفطر التي كان عليها العرب، كانوا يعرفونها قبل الإسلام. والاستحداد، والاستحداد هو حلق العانة بالحديد، فالاستحداد هو استخدام الحديد، وأطلق على حلق العانة الاستحداد أي استخدام الحديد في حلق العانة، والمقصود هو حلق العانة بأي وسيلة، لكنه يفرق بين النتف وبين الحلق، فالحلق يكون بالآلات من الأمواس ومن غيرها، وقص الشارب يعني أخذ شيء من الشارب، وقلم الأظافر تقليم الأظافر، ونتف الآباط أي نتف الشعر الذي يخرج في الآباط، فهذه من الفطرة
ومن خصال الفطرة التي جاء بها الإسلام وحث عليها النبي صلى الله عليه وسلم. وفي صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه قال: وقت لنا في قص الشارب وقلم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة ألا نترك ذلك أكثر من 40 ليلة. وهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لهم 40 ليلة في ترك هذه الأشياء، أما بعد 40 ليلة فليس له أن يترك هذه الأشياء لا يأخذ منها. وعلى هذا ينبغي للمسلم أن يتعهد هذه الأشياء في أن يأخذ منها قبل 40. وحبذا لو خص له يوما في الشهر أو قريبا منه حتى يكون له عادة ولا ينسى، لأن بعض الناس قد ينسى فيكون في نهاية الشهر أو في أوله، ولا ينبغي له أن يحدد يوما على سبيل الاستحباب، لكنه حتى لا ينسى يكون هذا ما يقارب الشهر. المهم أن يكون قبل 40 ليلة حتى لا يقع في المخالفة بترك هذه الأشياء 40 ليلة. وهذا لأن هذه الأشياء غالب الناس أنه تطول أشعارهم وأظفارهم في هذه المدة، بل كثير من الناس تطول أظفاره وأشعاره في أقل من ذلك. فإذا كان كذلك فإنه يستحب له أخذ هذه الأشياء متى ما كانت مؤذية أو يترتب عليها شيء من المخالفات، مثل أن يطول الشارب فيتأذى منه في أكله، أو كذلك أن يحصل له طول في شعر العانة أو الإبطين يعني غير مألوف وقد يتضرر به في بدنه أو يصاب بشيء من الأمراض، فينبغي أن يتعهد هذه الأمور. وأخرج النسائي بلفظ: وقت لنا أو وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه في الأول وقت لنا وفي لفظ النسائي وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمعنى واحد، لأن التوقيت إنما يكون من النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وأخرجه أحمد وأبو داود والترمذي بلفظ النسائي. قال: وأما الرأس فلا يشرع أخذ شيء منه عند الإحرام، يعني لا يشرع أن يأخذ من شعر الرأس شيئا عند الإحرام كما يأخذ من هذه الشعور، وذلك أن هذا لم يكن مما عهد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتعاهد. سيأتي بيان حكم يعني قص الرأس وهل هو مما يشرع أو لا. قال: لا في حق الرجال ولا في حق النساء، لا يشرع لا في حق الرجال ولا في حق النساء أخذ شيء من شعر الرأس عند الإحرام، وإنما يشرع لهم عند التحلل، يشرع لهم عند التحلل. نعم. قال رحمه الله تعالى: وأما اللحية فيحرم حلقها أو أخذ شيء منها في جميع الأوقات، بل يجب إعفاؤها وتوفيرها، لما ثبت في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خالف المشركين، وفروا اللحى، واحفوا الشوارب. وأخرج مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جز الشوارب وأرخ اللحى، خالف المجوس. وقد عظمت المصيبة في هذا العصر بمخالفة كثير من الناس هذه السنة ومحاربتهم للحى ورضاهم بمشابهة الكفار والنساء، ولا سيما من ينتسب إلى العلم والتعليم. فإنا لله وإنا إليه راجعون، ونسأل الله أن يهدينا وسائر المسلمين لموافقة السنة والتمسك بها والدعوة إليها وإن رغب عنها الأكثرون. وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ثم بين المصنف حكم اللحية وأنه يحرم حلقها أو أخذ شيء منها في جميع الأوقات، لا عند الإحرام ولا عند التحلل ولا في غيرهما من الأوقات. اللحية لا يجوز للرجل أن يأخذ شيئا منها أو أن يحلقها بالكلية، لا عند الإحرام ولا عند التحلل ولا في غيرهما من الأوقات، لأن حلقها محرم على الرجال،
قال بل يجب إعفاؤها وتوفيرها لما ثبت في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خالفوا المشركين وفروا اللحى وأحشوا الشوارب. هذا أمر بين واضح من النبي صلى الله عليه وسلم، بين فيه أن إعفاء اللحية مخالفة للمشركين. قال خالفوا المشركين، خالفوا المشركين وفروا اللحى وأحشوا الشوارب. وفروا اللحى يعني أطلقوا اللحى ولا تأخذوا منها شيئا، وهذا فيه حجة على لتحريم حلق اللحية أو أخذ شيء منها، لأن توفيرها هو بتركها على ما هي عليه بأن لا يأخذ منها شيئا. وأحفوا الشوارب يعني قصوا الشوارب، والإحفاء هو أخذ شيء من الشارب. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا إنما أمر به لمخالفة المشركين الذين يحلقون اللحى، فيجب على الأمة امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا دليل الاتباع، هذا دليل المحبة، وهذا دليل صدق الإيمان. ليس الإيمان بالدعاوى، وإنما هو بامتثال المسلم لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. قال وأخرج مسلم في صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جز الشوارب وأرخ اللحى خالف المجوس. جز بمعنى قص، الجز بمعنى القص، وجز شعر الإبل هو قصها، والجز هو القص. جز الشوارب وأرخ اللحى، أرخ اللحى بمعنى اتركوها حتى ترتخي ولا تأخذوا منها شيئا. ومعلوم أن ترك اللحية على هيئتها أنها تقف عند حد معين ولا تزيد، وهذا في غالب الناس أنهم كذلك. وأما إذا أخذ شيئا منها فإنه كلما أخذ منها كلما زاد، حتى إن بعض الناس قد تطول لحيته بعد ذلك طولا غير مألوف بسبب قصها، أما إذا تركها فإنها تطول، وهذا غالب الناس، وتنتهي عند حد معين. هذا من حكمة الله أن هذا الأمر إذا ترك على هيئته بقي على هيئة طبيعية مألوفة. وكذلك قص أطراف اللحية كمن يعتاد أن يأخذ من جوانبها من الخدين أو من الحلق، فإن هذا يؤدي إلى انتشار الشعر في هذه الأماكن، فإذا تركها بقيت على هيئتها. فاللحية خلقها الله عز وجل للرجال تنبت في مكانها الذي خلقها الله فيه. وتكلف بعض الناس بأن يقول أن اللحية هي بحد كذا ومكان كذا، فإن هذا يؤدي لربما أدى إلى حلق اللحية، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم كالراعي يرعى حول الحمى. فدع هذه اللحية في مكانها، والشعر لا ينبت إلا في مكانه، وهذا أمر معروف مجرب عند كل من ترك اللحية ولم يعبث بها، لا بقصها ولا بحلقها ولا بتحديدها من الأعلى ومن الأسفل، فإنها تنبت في مكانها. فيجمع بين راحة البدن والنفس وبين السنة والفضل عند الله عز وجل. قال خالف المجوس، والأول قال خالف المشركين، هذا دليل على أن حلق اللحى من سنة المجوس والمشركين، ففيه ترغيب في إعفاء اللحية من جهتين، من جهة مخالفة المشركين والمجوس، ومن جهة متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. فمن الذي يرغب عن هذه الفضيلة؟ متابعة للنبي صلى الله عليه وسلم ومخالفة للمشركين. فإذا حصل العكس وهو موافقة المشركين ومخالفة النبي صلى الله عليه وسلم، يكون هذا فتنة للإنسان في دينه والعياذ بالله.
ولا ينبغي أن يحتج بعض الناس بأن يقال اليهود والنصارى اليوم يعفون لحاهم فنحن نخالفهم نحلق اللحى. ينبغي للمسلم أن يكون فقيها بدينه. أولا الحكم الشرعي إذا علل بعلة ثم استقر الحكم لا تنظر بعد ذلك لبقاء العلة من عدمها إذا استقر الحكم. وأما إذا كان الحكم يدور مع العلة فنعم، فإذا هذا هو أصل في مشروعية إعفاء اللحى، فلا ينظر بعد ذلك إذا وجد بعض اليهود والنصارى يعفون لحاهم يقال لابد أن نخالفهم. هذا أمر. الأمر الآخر أيضا أنه لا يسلم أن اليهود والنصارى يعفون لحاهم، بل أكثر اليهود والنصارى اليوم يحلقون، هذا أمر معروف ومجرد ما يعرفه كل من خالطهم وعرفهم. وأكثر المسلمين، وعندما نقول أكثر المسلمين الذين يلتزمون بالدين لا أكثر عامة المسلمين، كثير من عوام المسلمين يحلقون، لكن أكثر أهل العلم والدين ومن جمعوا بين الفقه والعمل فهم يعفون لحاهم. فإذا هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي المسلمين، والحلق هو هدي المشركين، فلا يجوز للمسلم أن يخادع نفسه في هذا الأمر، وليس هناك أي مصلحة للمسلم في حلق لحيته، بل إن مصلحته في أن يتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. واعلموا أن إعفاء اللحية شعبة من شعب الإيمان، كل ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أو رغب فيه فهو شعبة من شعب الإيمان. والنبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان 64 شعبة أو 74 شعبة، فهذه شعبة من شعب الإيمان، فإذا حققتها أضفت شعبة من شعب الإيمان الذي تحقق فيك. الناس يوم القيامة منهم من يأتي 50 شعبة، منهم من يأتي 60، منهم من يأتي بالشعب كلها، ومنهم من يأتي 20، ومنهم من يأتي 10، ومنهم من لا يكاد يأتي إلا بشعبتين أو 3، الصلاة وما قاربها. فعلى المسلم دائما أن يسعى أن يحقق كل شعب الإيمان. ولهذا كان بعض أهل العلم إذا بلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بشيء ولو على سبيل الاستحباب فعله ولو مرة حتى يدخل في جملة المؤتمرين بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. وقد نقل عن بعض أهل العلم أنه ليس من عادته الصبغ، وهو صبغ اللحية بالحنة أو الكتم، فصبغ مرة فقال هذا أخذا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يكتب في العاملين بهذا الهدي وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أمر. الأمر الآخر معلوم أن حلق اللحية أمر متكرر، بل إن بعض الناس يداوم على حلقها في كل يوم، فهذه معصية متكررة، يعني ليست معصية واحدة، بل هي معصية متكررة في كل يوم أو في كل فترة، وهي أيضا على عدد الشعر الذي يحلقه من لحيته، يخشى أن يأثم بكل شعرة، لأن اللحية هي مجموع الشعر الذي ينبت في مكانه في وجه الرجل، فإذا حلق هذه اللحية يكون قد عصى النبي صلى الله عليه وسلم بكل شعرة، لأن بعض أهل الورع يتورع أن يقطع شعرة واحدة من لحيته ويرى أن هذه معصية، فكيف بمن يحلق اللحية كلها؟ فالواجب على المسلمين أن يعتنوا بهذا الأمر، وأن يحفظوا دينهم، وأن يحفظوا إيمانهم بامتثال هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ومن وقع في شيء من هذا فليتب من هذه الساعة، وليعقد العزم على إعفاء اللحية، فيغفر الله عز وجل له ما سلف وما مضى، ويرجع إلى أهله وإلى أولاده وقد كسب حجا وعمرة ولحية، يكون قد رجع بلحية. وما ذكرت هذه المسألة لكثير من الحجاج حتى فرحوا بها وعقدوا العزم عليها أن يرجع بحج وعمرة ولحية، وهدي من هدي النبي صلى الله عليه وسلم كان مقصرا فيه فرجع وقد حققه وزاد في إيمانه. ثم إنه من المعلوم المجرب لمن أعفى اللحية
أنها داعية إلى الخير. اللحية داعية إلى الخير لأنها مما يراها الناس ومما يستحي صاحبها أن يعصي الله، ولهذا كم زجرت اللحية صاحبها عن المعصية، فلو هم بمعصية قال له الناس يا شيخ وخاطبوه بمخاطبة أهل الدين والفضل فيستحي، فتكون معينة له على الخير، تكون معينة له على الخير. وهي أيضا من فوائدها أنها تكسب الرجل هيبة ومروءة وثقة، فأنت إذا عملت الناس واقترضت منهم أو بعت واشتريت وثق الناس فيك إذا ما رأوا التزامك الظاهر. قد يكون الرجل ملتزم لكن إنما يعرف قيامه بالدين بما يظهر عليه، فإذا نظر إلى وجهك ولم يرى اللحية يجد الدليل على المعصية، وإذا رأى اللحية وجد الدليل على الطاعة والاستقامة، فهي تكسب المسلم هيبة ووقار، وهي زينة أيضا كما قالت عائشة رضي الله عنها سبحان من زين الرجال باللحى، زين الرجال باللحى، الله شرف الرجل على المرأة وزينه باللحية، فكيف للإنسان أن يختار أن يكون على هيئة المرأة؟ ومعلوم أن الناس كل رجل يأنف أن يوصف بصفات النساء وأن يشبه بالنساء، فكيف له أن يختار بنفسه أن يكون على هيئة النساء؟ ثم ذكر المصنف أنه عظمت المصيبة في هذه العصور بمخالفة كثير من الناس هذه السنة ومحاربتهم للحى ورضاهم بمشابهة المشركين، مشابهة الكفار والنساء، ولا سيما ممن ينتسب إلى العلم. والمصنف كتب هذه الرسالة كما ذكرنا قبل 65 سنة، وكان هذا الأمر سائد في كثير من المسلمين إلا من رحم الله، قلة قليلة. وأما في هذه العصور فانتشر الخير بحمد الله، وأصبح في كثير من المتعلمين بحمد الله إعفاء اللحية، وهذا بفضل الله ثم بفضل توجيه أهل العلم والفضل كما هو حال الشيخ هنا إلى توجيه المسلمين. والمسلم لا ييأس دائما، فلو من نظر لحال المسلمين في ذلك الزمن لربما قال من يطيع من هؤلاء الناس ومن هؤلاء الذين يكثر أعدادهم ممن يحلقون، فلكن مع تضافر الجهود والنصح والتوجيه والمناصحة في كل يوم يزداد الخير ويضعف الشر ويقل أهل ويكثر أهل الطاعة، فهذا الذي ينبغي أن يكون بين المسلمين من التناصح حتى يكمل بعضنا بعضا وينصح بعضنا لبعضا، ولا ينبغي أن يفهم أنه عندما يتكلم عن اللحى أو أن ينصح أن أصحاب العلم وأهل العلم يحتقرون إخوانهم ممن يحلقون اللحى. لا والله، نحن لا نحتقر مسلما، بل إننا دائما نقول أن بعض من يحلقون لحاهم فيهم من الدين والإيمان والفضل وشعب الإيمان الشيء الكثير الذي قد لا يكون موجود في بعض من يعفي اللحية، لكن نحن نريد أن يكمل الجميع، فكلما رأينا مخالفة وجهنا إليها، ونحن نعلم بحمد الله أن عامة المسلمين فيهم خير وفضل، ولكن قد تحصل غفلة أو سهو أو بعض الناس يظن أنها مستحبة وأنه يجوز له أن يحلق، لكن إذا عرف أن إعفاؤها واجب وحلقها محرم فإن المسلم يمتثل. نعم. قال رحمه الله تعالى ثم يلبس الذكر إزارا ورداء، ويستحب أن يكون أبيضين نظيفين، ويستحب أن يحرم في نعلين لقول النبي صلى الله عليه وسلم وليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين، أخرجه الإمام أحمد رحمه الله. ثم قال المصنف ثم يلبس الذكر إزارا ورداء، لاحظوا دقة المصنف لقوله ثم يلبس الذكر إزارا ورداء، لأن المحرم إما أن يكون رجلا أو امرأة، فهذا التوجيه للرجال أن يلبس الذكر، الذكور الرجال يلبس الذكر إزارا ورداء، وأما المرأة فسيأتي أنها لا تلبس، لا توجه إلى هذا، وإنما تلبس المخيط إلا في وجهها وكفيها. ثم يلبس الذكر إزارا
ورداء، والإزار هو ما يكون على الجزء الأسفل من البدن يتزر به ويعقده على وسطه أو يجعل الحزام، ثم يكون الرداء على الجزء الأعلى من بدنه يجعله على كتفيه ويلف طرفيه على بدنه. ولا يسن له الاطباع في كل الإحرام، وإنما الاطباع يكون عند طواف القدوم. قال ويستحب أن يكون أبيضين نظيفين، استحب للباس الإحرام أن يكون أبيضين، هذا في حق الرجال، نظيفين. أما البياض فلعموم السنة بذلك، لما جاء في الحديث الذي أخرجه أبو داود في قول النبي صلى الله عليه وسلم: خير ثيابكم البياض، ألبسوها أحياءكم وكفنوا بها موتاكم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب لبس البياض، وكان يحب لبس الثياب البيض ويرغب في ذلك، فدل على أن الإحرام باللباس الأبيض أنه مستحب. وهذا ما عليه عامة المسلمين اليوم بحمد الله، أن إحرامهم بالثياب البيض، وهذا من توفيق الله لهم. نظيفين أي أنهما نظيفين، ولا يلزم أن يكون جديدين، فإذا كان جديدين فهذا أفضل وأحسن لأنه أبلغ في النظافة. وإن لم يجد الجديد فلا بأس أن يلبس ما كان مستعملا إن كان نظيفا. ويستحب أن يحرم في نعلين، يستحب أن يحرم في نعلين، والنعلان هما على خلاف الخفين، لأن الخف يستر القدم والنعل لا يستر القدم. وقد تكون هناك سيور لا فيها خياطة لكنها ليست بساترة لكل القدم، فكل الأحذية الآن الموجودة التي تكشف شيئا من القدم من الأمام أو الخلف أو الوسط فإنه يحرم المحرم فيها ولا حرج عليه ولو كان فيها خياطة. قال لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين، أخرجه الإمام أحمد. قال وأما المرأة فيجوز لها أن تحرم فيما شاءت من أسود أو أخضر أو غيرهما، للمرأة أن تحرم فيما شاءت من المخيط وكذلك من الألوان، لأنه قيد الرجال بلبس غير المخيط واستحب لهم لبس البياض. وأما المرأة فليست مقيدة بلبس غير المخيط، بل تلبس السراويل وتلبس الملابس التي تلبسها في عادتها، وكل ما تلبسه فلا تمنع منه إلا أنها لا تغطي وجهها ولا كفيها. ولهذا قال الشيخ الإسلام ابن تيمية أن وجه المرأة وكفيها كبدن الرجل، في أن بدن الرجل لا يلبس المخيط، فكذلك وجه المرأة وكفيها لا تلبس المخيط في وجهها ولا كفيها. فالمخيط في الوجه هو كالبرقع والنقاء، وهو ما فصل على هيئة الوجه. ولباس اليدين هو ما كان من الألبسة التي تكون على هيئة الأصابع كالقفازين، فإنها لا تلبس القفازين. وأما الشراريب للمرأة فلا بأس بلبسها، لأنها لم تمنع من لبس، لم يطلب منها أن تجرد قدميها، وإنما تستر قدميها بالشراريب، وسواء كانت عند الرجال الأجانب أو حتى عند أقاربها وعند زوجها. وأما في وجهها وكفيها فتسدل على وجهها وتغطي كفيها بثيابها إذا مر بها الرجال، وإذا كانت عند محارمها فتكشف وجهها وكفيها ما دامت محرمة. قال مع الحذر من التشبه بالرجال في لباسهم، هنا نبه المصنف إلى أنه ينبغي للنساء أن يحذرن من التشبه بالرجال في لباسهم، ومما يخشى أن يكون من التشبه لبس البياض إذا كان على هيئة ملابس الرجال، لأنك أحيانا ترى
المرأة من خصوصا إذا كانت من مكان بعيد وكأنها رجل في لباسها في هيئة لباسها، فينبغي أن تتجنب التشبه، والتشبه قد يكون في الهيئة وقد يكون في اللون، قد يكون في الهيئة وقد يكون في اللون، مثل أن تلبس الإزار والرداء أو تلبس الملابس التي تشابه ثياب الرجال في لونها حتى أنه لا يكاد يعرف أن هذا رجل أو امرأة. قال لكن ليس لها أن تلبس النقاب والقفازين حال إحرامها، نبه على أنها يباح لها كل شيء من اللباس إلا أنها لا تلبس النقاب ولا القفازين حال إحرامها، ولكن تغطي وجهها. قرأت هذا؟ قال رحمه الله لكن ليس لها أن تلبس النقاب والقفازين حال إحرامها، ولكن تغطي وجهها وكفيها بغير النقاب والقفازين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المرأة المحرمة عن لبس النقاب والقفازين. وأما تخصيص بعض العامة إحرام المرأة في الأخضر أو الأسود دون غيرهما فلا أصل له. ثم نبه المصنف إلى أن المرأة أن لها أن تلبس ما شاءت من الملابس إلا في وجهها ويديها، فليس لها أن تلبس النقاب ولا القفازين. قال ولكن تغطي وجهها وكفيها بغير النقاب والقفازين، يعني تغطي وجهها بما يكون على رأسها من لباسها، لأن هذا ليس على هيئة الوجه، كأن يكون على وجهها شيئا مما تغطي به رأسها، يكون على رأسها شيئا مما تغطي به وجهها فتسدل على وجهها، ولا يكون هذا من المخيط وما يشابه المخيط مما يكون على هيئة الأعضاء. وكذلك تغطي كفيها بلباسها لا بأس بذلك، لأن هذا ليس بمخيط، كما أن الرجل يغطي بدنه بغير المخيط فهي تغطي يديها ووجهها بغير المخيط. قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المرأة المحرمة لبس النقاب والقفازين. نعم. وأما تخصيص، ثم ذكر أن تخصيص بعض العامة إحرام المرأة بالأخضر والأسود دون غيرهما فلا أصل له. بعض الناس يظن أن المرأة أنها يشرع لها أو يستحب لها أن تلبس اللباس الأخضر أو الأبيض أو لونا معينا، فإن هذا ليس من السنة، ولا يجوز لمسلم ولا لمسلمة أن يستحب شيئا في الدين بغير دليل. كون المرأة والرجل يحبان هذا الشيء بحكم الطبع نعم، أما كونه يظن أن هذا أفضل وهذا مستحب فهذا لابد أن يكون بدليل، وإلا يكون هذا من الدخول في البدع، لأن البدعة هو فعل شيء يتقرب به إلى الله لم يشرعه النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله ثم بعد الفراغ من الغسل والتنظيف ولبس ثياب الإحرام ينوي بقلبه الدخول في النسك الذي يريده من حج أو عمرة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، ويشرع له التلفظ بما نوى، فإن كانت نيته العمرة قال لبيك عمرة أو اللهم لبيك عمرة، وإن كانت نيته الحج قال لبيك حجا أو اللهم لبيك حجا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. قال المصنف ثم بعد الفراغ من الغسل والتنظيف، بعد أن يفرغ من الغسل والتنظيف في بدنه ولبس ثياب الإحرام ينوي بقلبه الدخول في النسك. لاحظوا متى يكون الدخول في النسك ومتى يكون الإحرام. كثير من الناس يظن أن الإحرام هو لبس ملابس الإحرام، فإذا لبس فقد أحرم، هذا خطأ. إنما الإحرام هو نية الدخول في النسك، أما كونه يلبس الملابس قبل ذلك فهذا ليس بإحرام، ولهذا قلنا يشرع له أن يلبس هذه الملابس في مسكنه ولا يقال أنه أحرم قبل الميقات، وأما النية فهي التي تكون في الميقات، ولهذا لو نوى في سكنه مثلا في المدينة فهذا الذي يقال أنه أحرم قبل الميقات، وأما إذا لبس الملابس فهذا ليس بإحرام وإنما هو استعداد للإحرام، لأن الإحرام هو نية الدخول في النسك. قال ينوي بقلبه الدخول في النسك الذي يريده من حج أو عمرة، هذا هو
الإحرام وهو أن ينوي بقلبه، وهو ركن من أركان الحج أن ينوي بقلبه الدخول في النسك إن أراد الحج أو العمرة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، لأنه لا يكون محرما إلا بالنية، لأنه لو لبس هذه الملابس وانطلق مع الناس ولم ينوي لا يكون محرما، ولو طاف وسعى بغير نية فليس له أجر هذه الأعمال إلا أن ينوي، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ويشرع له التلفظ بما نوى، يشرع له ولا يجب عليه، وإنما يشرع له على سبيل الاستحباب، وإنما الذي يجب عليه أن ينوي بقلبه، فإن كانت نيته العمرة قال لبيك عمرة، هذا هو اللفظ الذي يشرع له أن يتلفظ به إذا أراد العمرة، إذن ينوي بقلبه العمرة ويقول لبيك عمرة أو اللهم لبيك عمرة، كلاهما جائز. وإن كانت نيته الحج قال لبيك حجة أو اللهم لبيك حجة، إذن له لفظان، أما أن يقول لبيك أو اللهم لبيك، ثم يذكر إن أراد حجا أو عمرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، أي فعل هذا وتلفظ، وإن نواهما جميعا لبى بذلك فقال اللهم لبيك حج عمرة وحجا، فذكر ما يتلفظ به صاحب الأنساك أصحاب الأنساك الثلاثة، من أراد الإفراد قال لبيك اللهم حجا، ومن أراد القران قال لبيك اللهم عمرة وحجا، ومن أراد التمتع قال لبيك اللهم عمرة، ثم بعد أن يتحلل منها يحج من عامه. نعم. قال رحمه الله والأفضل أن يكون التلفظ بذلك بعد استوائه على مركوبه من دابة أو سيارة أو غيرهما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أهل بعدما استوى على راحلته وانبعثت به من الميقات للسير، هذا هو الأصح من أقوال أهل العلم. قال والأفضل أن يكون التلفظ بذلك بعد استوائه على مركوبه من دابة أو سيارة أو غيرهما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أهل بعدما استوى على راحلته. متى يكون الإهلال؟ النية تكون في القلب عندما يصل إلى الميقات، فمتى يهل؟ والإهلال هو التلبية، الإهلال هو التلبية، يقول لبيك اللهم عمرة أو لبيك اللهم حجة، فاختلف في إهلال النبي صلى الله عليه وسلم، فنقل بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كابن عمر وأنس رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل بعد أن صلى، ونقل ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب نسكه بعد الصلاة وأهل بعد أن استوت به راحلته. والذي يظهر أن في رواية ابن عباس أن زيادة تفصيل، لأن نقل ابن عمر وابن عباس وأنس رضي الله عنهم جميعا قد يكون المقصود هو إجاب النبي صلى الله عليه وسلم الحج والعمرة وهو النية، وأما الإهلال فيكون بعد أن استوت به راحلته، أي أنه استقل راحلته وانطلقت به أو استوى عليها كما جاء في بعض الروايات استوى على راحلته. فالذي يظهر أن التلبية هو بعد أن يستقل الراحلة وبعد أن يستوي عليها يهل، والنية قد تكون قبل ذلك، أن ينوي بقلبه نية الدخول في النسك، بحيث لو أنه عرض له عارض بعد ذلك لا يستطيع الرجوع، لأنه نوى بقلبه الدخول في النسك إلا أن ينهي هذا النسك. ثم إذا استقلت به الراحلة من سيارة أو طائرة أو غيرها أهل. قال إنما أهل بعدما استوى على راحلته وانبعثت به من الميقات للسير، هذا هو الأصح من أقوال أهل العلم. رجح المصنف أن إهلال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن استقل الراحلة، وهذا هو الراجح، ولأن رواية ابن عباس فيها تفصيل وتفريق بين
إيجاب الحج والعمرة والإهلال. والذين نقلوا أنه أهل بعد أن صلى لعلهم أرادوا بذلك إيجاب الحج والعمرة، في رواية ابن عباس زيادة التفصيل، وهذا الذي هو الأظهر من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: ولا يشرع له التلفظ بما نوى إلا في الإحرام خاصة لوروده عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأما الصلاة والطواف وغيرهما فينبغي له ألا يتلفظ في شيء منها بالنية، فلا يقول نويت أن أصلي كذا وكذا، ولا نويت أن أطوف كذا، بل التلفظ بذلك من البدع المحدثة، والجهر بذلك أقبح وأشد إثما. ولو كان التلفظ بالنية مشروعا لبينه الرسول صلى الله عليه وسلم وأوضحه للأمة بفعله أو قوله، ولسبق إليه السلف الصالح. فلما لم ينقل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه رضي الله عنهم علم أنه بدعة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة، أخرجه مسلم في صحيحه. وقال عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، متفق على صحته. وفي لفظ لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ثم قال المصنف: ولا يشرع له التلفظ بما نوى إلا في الإحرام خاصة لوروده عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذه قاعدة ذكرها المصنف رحمه الله وينبغي أن تحفظ. لا يشرع التلفظ بالنية في شيء من العبادات إلا في النسك في الحج والعمرة، فلا يشرع في الصلاة ولا في الطواف ولا في الذكر ولا في الزكاة ولا في الصيام، كل هذا غير مشروع، وإنما النية محلها القلب، النية محلها القلب، فلا يشرع له التلفظ، وإنما يتلفظ في الحج والعمرة لأن النبي صلى الله عليه وسلم تلفظ. إذن الأمر مبناه على الاتباع ليس على استحسان العقول، لأن بعض الناس يستغرب كيف يقال له لا تتلفظ بالنية في الصلاة، هذه صلاتنا ينبغي أن تكون موافقة لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم صلى وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي، فيجب علينا أن نصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم. لن تجد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة أنه تلفظ بالنية أو أرشد إليها، إذن هذه بدعة محدثة لا يجوز للمسلم أن يقلد الناس فيها. قد ينشأ الإنسان في بلد أو في مكان أو في مجتمع يتلفظون بالنية، فإذا وفقك الله للسنة فلا تكابر وتقول وجدت الناس، الزم الحق، والله عز وجل يغفر للإنسان ما صدر منه إن كان جاهلا، وأما إذا بلغه العلم فلا يجوز له أن يترك شيئا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال المصنف: وأما الصلاة والطواف وغيرهما فينبغي له أن لا يتلفظ في شيء منها بالنية. لا يجوز له يقول: أن نويت أن أطوف طواف الإفاضة أو طواف الوداع، أو أن يتلفظ في الصلاة يقول: نويت أن أصلي صلاة العصر جماعة في بلد كذا وفي مكان كذا، هذه كلها أمور محدثة. وبعض الناس ينشغل بالنية حتى إن الإمام يشرع في القراءة وهو ما يزال يعني يتأمل ماذا يقول، وبعضهم كما أخبر بعض هؤلاء يقول: أني لا أكبر حتى أتمثل الكعبة أمام عيني، ويبقى فترة طويلة لا يتمثل الكعبة ولا يراها، هذا من تلبيس الشيطان عليه حتى يفوت عليه قراءة الفاتحة ويفوت عليه آمين. كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما أن بلال وغيره يقول: لا تسبقني بآمين. فليس هناك أفضل للمسلم من أن يكبر مع الإمام، إذا كبر فكبر. بعض الناس ينشغل تجد يرفع يديه ويخفض ويرفع ويرخي يديه ويرفع وكأنه في حرب، ما شرع لنا هذا، هذا الدين يسر وهو سهل، فإذا كبر الإمام استقبل القبلة وارفع يديك بمحاذاة أذنيك أو كتفيك وقل: الله أكبر، تنعقد صلاتك بهذا، ولا تتلفظ. ثم تأمل قراءة الإمام وما يقرأ وما يقول، فستجد أثر هذا في صلاتك في عبادتك وفي أثر هذه الصلاة على استقامتك بعد ذلك، لأن الصلاة إذا كانت صحيحة فهي كما قال الله عز وجل: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر.
أما ما يحصل منا الآن من تقصير هو بسبب تقصيرنا في صلاتنا وفي عبادتنا. قال: فلا يقول نويت أن أصلي كذا وكذا، ولا نويت أن أطوف كذا، بل التلفظ بذلك من البدع المحدثة، لأن البدعة هو إحداث شيء يتقرب به إلى الله، فهذا المتلفظ يقول هذه سنة وإلا ما فعلها. فإذا أحدث شيئا واعتقد أنه من الدين يكون دخل في البدع، والجهر بذلك أقبح وأشد إثما، لأن فيه إشاعة للبدعة، ولأن الناس يقلدون على هذا الأمر حتى تنتشر هذه البدعة. ولو كان التلفظ بالنية مشروعا لبينه الرسول صلى الله عليه وسلم وأوضحه للأمة بفعله أو قوله، ولسبق إليه السلف الصالح. كلام يعني جميل يدل على فقه وفهم. لو كان التلفظ بالنية من الدين لبينه النبي صلى الله عليه وسلم إما بفعله أو بقوله، ولسبق إليه السلف. فإذا لم يبينه النبي صلى الله عليه وسلم لا بفعله ولا بقوله، ومات النبي صلى الله عليه وسلم وهو لم يوجه الأمة في لفظ واحد أن قال تلفظوا بالنية في الصلاة وفي غيرها، ولا يعرفون أنه تلفظ هو في فعله، فدل على أن هذا التلفظ مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك الصحابة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يتلفظوا. فإذا يسع المسلم ما وسع هؤلاء. قال: فلما لم ينقل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه رضي الله عنهم علم أنه بدعة. لما؟ لأن هذه الأمة معصومة أن تجمع على ضلالة، وخير الأمة قرن النبي صلى الله عليه وسلم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فلا يمكن أن يكون هذا القرن الذي هو خير القرون وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين هم خير الأمة أن يتركوا هذا الأمر وأن يغفلوا عنه، إما لجهلهم به وإما لتقصيرهم في العمل، لأنه لا يخلو الأمر، إما أنهم علموه فعندهم نقص الاتباع، وإما أنهم جهلوه. فلا يليق بمسلم أن يعتقد في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم أهل جهل بالسنة أو أهل تقصير فيها في العمل. ولهذا كان بعض أهل البدع لما نوضر في مسألة أحدثها فقال له بعض أهل السنة: هل فعلها السلف؟ هل فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ فإن قال فعلوها فأين الدليل، وإن قال لم يفعلوها فهذا إما أنهم قصروا في العلم أو في العمل. قال: وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: شر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. شر الأمور محدثاتها، لأن البدع هي شر الأمور، وذلك أن المقصر والمخالف للدين إما أن يكون عاصيا وإما أن يكون مبتدعا. أهل التقصير من أهل الدين إما أن يقصروا في السنة فيبتدعوا، وإما أن يقصروا في المعاصي، والمبتدع أشد جرما ومخالفة من العاصي، لأن المبتدع يخالف الدين ويقول هذا هو الدين، وأما العاصي فهو يخالف الدين ويقول هذا من تقصيري. ولهذا قال بعض السلف: البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، لأن البدعة لأن المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها. قال شيخ الإسلام بن تيمية: البدعة لا يتاب منها لأن المبتدع يرى أنه محسن فلا يتوب، وهذا لا يعني أن المبتدع لو تاب أن الله لا يتوب عليه، لكن المبتدع يرى أنه محسن فتقول له لا تتلفظ بالنية، يقول دعني، تريد أن تنقص عملي وأجري عند الله، يرى أنه محسن. ولهذا جاء في بعض الآثار أن الشيطان قال: أهلكني ابن آدم بالاستغفار، أهلكتهم بالذنوب وأهلكوني بالاستغفار. فقال إبليس رئيسهم، قال: لأبثن في بني آدم مخالفة لا يستغفرون منها، فبث فيهم البدع، لأنه ما من عاصي إلا ويستغفر الله من الذنوب والخطايا، إلا البدع لا تجد أن المبتدع يستغفر من البدع لأنه يرى أنه محسن. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: شر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. ليس في البدع ما هو حسن، كلها ضلال، لأن الدين كله حسن وما خالف الدين قبيح. قال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا كما جاء من حديث عائشة في الصحيحين:
من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. من أحدث في أمرنا أي في ديننا ما ليس منه فهو رد، مردود على صاحبه، ولو أراد الخير ولو أراد التقرب إلى الله، لأن العبرة بتحقق شرطين: الإخلاص لله في العمل، والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم في السنة. وفي رواية في صحيح مسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. إذن هذا أيها الأخوة ليس كلام أحد من أفراد الناس، ولا هو كلام عالم فيؤخذ من قوله ويترك، هو كلام النبي صلى الله عليه وسلم، الذي من عارضه بعقله وهواه فإنه يكفر. لو رد مسلم حديثا واحدا للنبي صلى الله عليه وسلم قال هذا باطل أو هذا غير صحيح أو هذا على غير ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فإن المسلم يخرج من الدين والعياذ بالله بتكذيبه بحديث واحد من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. بل نقل القاضي عياض في الشفا في حقوق المصطفى عن بعض علماء المالكية أنهم كفروا من قال أن جبة النبي صلى الله عليه وسلم وسخة، وبعض أهل العلم كفر من وصف النبي صلى الله عليه وسلم بشيء من الأعراض البشرية التي تعرض للناس، لو وصفه بشيء من أعراضه البشرية يريد تنقصه فإنه يكفر بذلك، فكيف برد سنته؟ وقيل للإمام الشافعي: ما تقول في حديث النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا؟ قال: ترى علي صليب، ترى علي زنار، ترى أني نصراني أو يهودي، تقول قال النبي صلى الله عليه وسلم، وتقول ما رأيك في كذا؟ وكان السلف يعظمون أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ويعظمون أمره، وأصحابه من ذلك من قبل كانوا يعظمون أمره، حتى إن رجلا كان يسير في الطريق فسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه في المسجد اجلسوا، فجلس في قارعة الطريق، فقيل له: رحمك الله، لم يردك النبي صلى الله عليه وسلم وإن من أراد من داخل المسجد. قال: والله لا أسمع النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بأمر ولا أمتثل. انظروا إلى تعظيم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا دليل المحبة ودليل صدق المحبة. فمن لقي الله بهذا التوقير والتعظيم للنبي صلى الله عليه وسلم أنه ما يترك شيئا من هديه ولا يعارض قوله بقول أحد، فهذا دليل المحبة، وهذا دليل الإيمان، وهذا دليل قوة الإيمان والصدق مع الله عز وجل في أن نكون مسلما بحق، أن تكون متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا النبي صلى الله عليه وسلم ليس كغيره من الرجال، وليس هو كعالم من العلماء، وليس هو مما يتكلم عن رأيه، وإنما هو رسول من رب العالمين مبلغ عن ربه. فلا يجوز لمسلم أن يعرض قوله على عقله وعلى قول شيخه وعلى ما كان عليه أهله، وإنما يأخذ حديث النبي صلى الله عليه وسلم ويسلم به ويعمل به ويجتهد أن يكون على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد، وأن يرزقنا وإياكم حسن الاتباع هذا، والله أعلم.